بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 86 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى فإني قريب، حيث يقول الإمام: أما قوله تعالى فإني قريب ففيه مسائل. المسألة الأولى: اعلم أنه ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان، ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان، بل المراد منه القرب بالعلم والحفظ. فنحتاج هاهنا إلى بيان مطلوبين: المراد منه القرب بالعلم والحفظ، فنحتاج هاهنا إلى بيان مطلوبين. المطلوب الأول في بيان أن هذا القرب ليس قربا بحسب المكان، ويدل عليه وجوه. الأول أنه لو كان في المكان مشارا إليه بالحس لكان منقسما، إذ يمتنع أن يكون في الصغر مثل الجوهر الفرد، ولو كان منقسما لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها إلى تحقق كل واحد من أجزائها المفروضة، وجزء الشيء غيره، فلو كان في مكان لكان مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق، وذلك في حق الخالق القديم محال. فثبت أنه تعالى يمتنع أن يكون في المكان فلا يكون قربه بالمكان، هذا أولا. والثاني أنه لو كان في المكان لكان إما أن يكون غير متناه عن جميع الجهات، أو غير متناه عن جهة دون جهة، أو كان متناهيا من كل الجوانب. والأول محال، لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه محال. والثاني محال لهذا الوجه، ولأنه لو كان أحد الجانبين متناهيا والآخر غير متناه لكانت حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة في الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذي هو غير متناه، فيلزم منه كونه تعالى مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع، والخصم لا يقول بذلك. وأما القسم الثالث وهو أن يكون متناهيا من كل الجوانب، فذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين خصومنا، فبطل القول بأنه تعالى في الجهة. والوجه الثالث وهو أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أن القرب المذكور في هذه الآية ليس قربا بالجهة، وذلك لأنه تعالى لو كان في المكان لما كان قريبا من الكل، بل كان يكون قريبا من حملة العرش وبعيدا عن غيرهم، ولكان إذا كان قريبا من زيد الذي هو بالمشرق كان بعيدا عن عمرو الذي هو بالمغرب. فلما دلت الآية على كونه تعالى قريبا من الكل، علمنا أن القرب المذكور في هذه الآية ليس قربا بحسب الجهة. ولما بطل أن يكون المراد منه القرب بالجهة، ثبت أن المراد منه القرب بمعنى أنه تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم، أو المراد من هذا القرب العلم والحفظ. وعلى هذا الوجه قال تعالى في آيات أخرى: وهو معكم أينما كنتم، وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير والحفظ والحراسة. إذا عرفت هذه المقدمة فنقول لا يبعد أن يقال إنه كان في بعض أولئك الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه، لا يبعد أن يقال إنه كان في بعض أولئك الحاضرين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، لا يبعد أن يكون فيهم من كان قائلا بالتشبيه، فقد كان في مشركي العرب وفي اليهود وغيرهم من هذه طريقته، كان في مشركي العرب وفي اليهود من هذه طريقته. فإذا سألوه صلى الله عليه وسلم فقالوا أين ربنا، صح أن يكون الجواب فإني قريب. وكذلك إن سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا هل يسمع ربنا دعاءنا، صح أن يقول في جوابه فإني قريب، فإن القريب من المتكلم يسمع كلامه. وإن سألوه كيف ندعوه برفع الصوت أو بإخفائه، صح أن يجيب بقوله فإني قريب. وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا بالدعاء، صح هذا الجواب أيضا. وإن سألوه أن إذا أذنبنا ثم تبنا فهل يقبل الله توبتنا، صح أن يجيب بقوله فإني قريب، أي فأنا القريب بالنظر لهم، أي فأنا القريب بالنظر لهم والتجاوز عنهم وقبول التوبة منهم. فثبت أن هذا الجواب مطابق للسؤال على جميع التقديرات. المسألة الثانية، الآية تدل على حدوث تلك الأشياء على وفق غرض الداعي. الآية تدل على حدوث تلك الأشياء على وفق غرض الداعي، فتدل على أنه لولا وجود مدبر لهذا العالم يسمع دعاء الداعي ولا يخيب رجاءه، وإلا لما حصل ذلك المقصود في ذلك الوقت. الآية تدل على حدوث تلك الأشياء على وفق غرض الداعي، فتدل على أنه لولا وجود مدبر لهذا العالم يسمع دعاء الداعي ولا يخيب رجاءه، وإلا لما حصل ذلك المقصود في ذلك الوقت. واعلم أن قوله تعالى فإني قريب فيه سر عقلي، وذلك لأن اتصاف ماهيات الممكنات بوجوداتها إنما كان بإيجاد الصانع، فكان إيجاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين وجوداتها، فكان الصانع أقرب إلى ماهية كل ممكن من وجود تلك الماهية إليه. بل ها هنا كلام أعلى من ذلك، يقول فكان الصانع أقرب إلى ماهية كل ممكن من وجود تلك الماهية إلى ذلك الممكن. بل ها هنا كلام أعلى من ذلك، وهو أن الصانع هو الذي لأجله صارت ماهيات الممكنات موجودة، فهو أيضا لأجله كان الجوهر جوهرا والسواد سوادا والعقل عقلا والنفس نفسا. فكما أن بتأثيره وتكوينه صارت الماهيات موجودة، فكذلك بتأثيره وتكوينه صارت كل ماهية تلك الماهية. فعلى قياس ما سبق كان الصانع أقرب إلى كل ماهية من تلك الماهية إلى نفسها. وأما قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ففيه مسائل. المسألة الأولى، قرأ أبو عمرو وقالون عن نافع الداعي إذا دعاني بإثبات الياء فيهما في الوصل والباقون بحذفها، فالأولى على الأصل والثانية على التخفيف. إثبات الياء على الأصل وحذفها على التخفيف. يقول السمين الحلبي والياءان من قوله الداعي دعاني، الياءان من قوله الداعي دعاني من الزوائد عند القراء، من الزوائد عند القراء. ومعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبتوا لها صورة في المصحف، فمن القراء من أسقطها تبعا للرسم وقفا ووصلا، من القراء من أسقطها تبعا للرسم وصلا ووقفا، ومنهم من يثبتها في الحالين، ومنهم من يثبتها وصلا ويحذفها وقفا. وجملة هذه الزوائد 62 ياء،
ومعرفة ذلك محالة على كتب القراءات، فأثبت أبو عمرو وقالون هاتين الياءين وصلا وحذفاها وقفا، أثبتاها وصلا وحذفاها وقفا. المسألة الثانية، قال أبو سليمان الخطابي: الدعاء مصدر من قولك دعوت الشيء أدعوه دعاء، ثم أقام المصدر مقام الاسم، تقول سمعت دعاء كما تقول سمعت صوتا. وقد يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم رجل عدل بمعنى عادل. وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية واستمداده إياه المعونة، استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية واستمداده إياه المعونة، أي أنه يستدعي العناية ويستمد المعونة من الله سبحانه وتعالى. وأقول والقائل الإمام: اختلف الناس في الدعاء، فقال بعض الجهال: الدعاء شيء عديم الفائدة. من الجهال من قال: الدعاء شيء عديم الفائدة، واحتجوا عليه من وجوه. أحدها أن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع فلا حاجة إلى الدعاء، وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع فلا حاجة أيضا إلى الدعاء. وثانيها، أي ثاني الشبه، أن حدوث الحوادث في هذا العالم لا بد من انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم الواجب لذاته، وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثر. يعني لا بد من انتهاء الحوادث إلى المؤثر القديم الواجب لذاته، وإلا لزم إما الدور وإما التسلسل وإما وقوع الحادث من غير مؤثر، وكل ذلك محال. وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم فكل ما اقتضى ذلك المؤثر القديم وجوده اقتضاء قديما أزليا كان واجب الوقوع، وكل ما لم يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قديما أزليا كان ممتنع الوقوع. ولما ثبتت هذه الأمور في الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر. وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا: الأقدار سابقة والأقضية متقدمة، والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئا منها، فأي فائدة في الدعاء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاما. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جف القلم بما هو كائن. وهذان الحديثان رواهما الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع قد فرغ منها: العمر والرزق والخلق والخلق. وثالثها، أي ثالث الشبه عند الجهال الذين يقولون بأنه لا فائدة من الدعاء، ثالثها أنه سبحانه علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأي حاجة بالداعي إلى الدعاء، أي أن الله عز وجل يعلم حاجة الداعي فلماذا يدعو؟ ولهذا السبب قالوا إن جبريل عليه السلام بلغ بسبب هذا الكلام إلى أعلى درجات الإخلاص والعبودية، ولولا أن ترك الدعاء أفضل لما كان كذلك. ورابعها أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد المطلق لا يهمله، وإن لم يكن من مصالحه لم يجز طلبه. وخامسها، ثبت بشواهد العقل والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى، والدعاء ينافي ذلك لأنه اشتغال بالالتماس،
وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى، وسادسها أن الدعاء يشبه الأمر والنهي، وذلك من العبد في حق المولى الكريم الرحيم سوء أدب. قالوا هذا سوء أدب لأنه يشبه الأمر والنهي، فهو من العبد في حق المولى الكريم الرحيم سوء أدب. وسابعها روي أنه صلى الله عليه وسلم قال رواية عن الله سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قالوا فثبت بهذه الوجوه أن الأولى ترك الدعاء. والحديث المذكور رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال البيهقي: وهكذا رواه البخاري عن ضرار عن صفوان في التاريخ. إذن بعد أن ذكر الإمام هذه الشبه التي قالها الجهال القائلون بأن الدعاء لا فائدة فيه، نقل قولهم: فثبت بهذه الوجوه أن الأولى ترك الدعاء. وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم مقامات العبودية، ويدل عليه وجوه من النقل والعقل. أما الدلائل النقلية فكثيرة. الأول أن الله تعالى ذكر السؤال والجواب في كتابه، أن الله تعالى ذكر السؤال والجواب في كتابه في عدة مواضع، منها أصولية ومنها فروعية. الله عز وجل ذكر السؤال والجواب في مواضع من كتابه العزيز، وهذه المواضع منها أصولية تتعلق بأصول الدين، ومنها فروعية تتعلق بالأحكام الشرعية أي بالفقه. أما الأصولية فقوله: ويسألونك عن الروح، وقوله: ويسألونك عن الجبال، وقوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وأما الفروعية فمنها في سورة البقرة، في سورة البقرة على التوالي: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض. وقال أيضا: يسألونك عن الأنفال. وقال: ويسألونك عن ذي القرنين. وقال: ويستنبئونك أحق هو. وقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذا عرفت هذا فنقول: هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلاثة أنواع. فالأغلب فيها أنه تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل. لأن الجواب عن هذه الأسئلة جاء على ثلاثة أنواع: قل، وفي موضع واحد فقل، وفي موضع واحد لم تأتي قل. فالأغلب فيها أنه تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل. وفي سورة واحدة جاء الجواب بقوله: فقل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، جاء الجواب بقوله تعالى: فقل، مع فاء التعقيب. والسبب فيه أن قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال سؤال عن قدمها وحدوثها، وهذه مسألة أصولية، فلا جرم قال الله تعالى: فقل ينسفها ربي نسفا، كأنه قال: يا محمد أجب عن هذا السؤال في الحال، ولا تؤخر الجواب، فإن الشك فيه كفر. ثم تقدير الجواب أن النسف ممكن في كل جزء من أجزاء الجبل، فيكون ممكنا في الكل. وجواز عدمه أي جواز عدم الجبال يدل على امتناع قدمها. وأما سائر المسائل فهي فروعية، فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب. وأما الصورة الثالثة وهي في هذه الآية قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل: فقل إني قريب. فتدل هذه الآية على تعظيم حال الدعاء من وجوه: الأول كأنه سبحانه وتعالى يقول: عبدي أنت إنما تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاء، أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك. الثاني أن قوله: وإذا سألك عبادي عني، يدل على أن العبد له، على أن العبد له سبحانه وتعالى. وقوله: فإني قريب، يدل على أن الرب للعبد. وثالثها لم يقل: فالعبد مني قريب، بل قال: أنا منه قريب.
وفيه سر نفيس، فإن العبد ممكن الوجود فهو من حيث هو هو في مركز العدم وحضيض الفناء، فلا يمكنه القرب من الرب. أما الحق سبحانه وتعالى فهو القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد، والقرب من الحق إلى العبد لا من العبد إلى الحق، فلهذا قال فإني قريب. والرابع أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله فإنه لا يكون داعيا له، فإذا فني عن الكل صار مستغرقا في معرفة الأحد الحق، فامتنع من أن يبقى في هذا المقام ملاحظا لحقه وطالبا لنصيبه. فلما ارتفعت الوسائط بالكلية فلا جرم حصل القرب، فإنه ما دام يبقى العبد ملتفتا إلى غرض نفسه لم يكن قريبا من الله تعالى، لأن ذلك الغرض يحجبه عن الله. فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله، فكان الدعاء أفضل العبادات. الحجة الثانية في فضل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحجة الثالثة أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به، بل بين في آية أخرى أنه إذا لم يسأل يغضب، فقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يجزم فيقول اللهم اغفر لي. وقال عليه السلام الدعاء مخ العبادة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقوله الدعاء هو العبادة معناه أنه معظم العبادة وأفضل العبادة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أقول هذه الآية الكريمة اشتملت على فائدتين. الأولى أن الدعاء عبادة، لذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، بل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ليبين أن الدعاء عبادة. والفائدة الثانية أن الإنسان الذي لا يدعو الله عز وجل إنسان متكبر. الإنسان الذي لا يدعو الله عز وجل إنسان متكبر، لماذا؟ لأن لسان حاله يقول إنه مستغن عن الله عز وجل وليس بحاجة إليه، وإن لم يقل هذا بلسانه لكن لسان حاله يقول هذا، يقول إنه مستغن عن الله عز وجل ولا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يظن أنه مستغن بماله وصحته ومنصبه، وينسى أن هذه الأمور قد تزول عنه في لحظة، وحينئذ يضطر إلى الدعاء وقد لا يستجاب له. يقول سبحانه وتعالى مبينا هذه الخصلة السيئة في الإنسان وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ويقول فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قيل تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويقول الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إذن الله عز وجل يغضب من الإنسان الذي لا يدعوه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الحجة الرابعة في بيان فضل الدعاء قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والآيات كثيرة في هذا الباب، فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن.
يقول فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن. والجواب عن الشبهة الأولى من شبه القائلين بأن الدعاء لا فائدة فيه أنها متناقضة، لأن إقدام الإنسان على الدعاء إن كان معلوم الوقوع فلا فائدة في اشتغالكم بإبطال الدعاء، وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى إنكاركم حاجة. ثم نقول كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول، والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد معلقا بين الخوف وبين الرجاء اللذين بهما تتم العبودية. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخيفة. لذلك يقول الإمام كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول، والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد معلقا بين الرجاء وبين الخوف اللذين بهما تتم العبودية. وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله تعالى بالكل، وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله تعالى بالكل وجريان قضائه وقدره في الكل. ولهذا الإشكال سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر نستأنفه؟ فقال بل شيء قد فرغ منه. فقالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ فقال بل في شيء قد فرغ منه. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول الإمام فانظر إلى لطائف هذا الحديث، فإنه عليه السلام علقهم بين الأمرين، فعرفهم سابق القدر المفروغ منه ثم ألزمهم العمل الذي هو مدرجة التعبد، فلم يعطل ظاهر العمل بما سبق من القضاء والقدر، ولم يترك أحد الأمرين للآخر، وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه، فقال كل ميسر لما خلق له، يريد أن الإنسان ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر قبل وجوده. إلا أنك تحب أن تعلم هاهنا فرق ما بين الميسر والمسخر، فتأهب لمعرفته، فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر. وكذا القول في باب الكسب والرزق، فإنه مفروغ منه في الأصل، لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك. قلت وإلى هذه الحقيقة يشير قول الإمام الشافعي رحمه الله ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. والجواب عن الشبهة الثانية أنه ليس المقصود من الدعاء الإعلام، بل إظهار العبودية والذلة والانكسار والرجوع إلى الله تعالى بالكلية. وعن الشبهة الثالثة أنه يجوز أن يصير ما ليس بمصلحة مصلحة بحسب سبق الدعاء، يجوز أن يصير ما ليس بمصلحة مصلحة بحسب سبق الدعاء. الإمام الشافعي يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا حكم القضاء. وعن الرابعة أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعده رضي بما قدره الله تعالى وقضاه فذلك أعظم المقامات. وهذا هو الجواب عن بقية الشبه التي ذكرها منكر فائدة الدعاء. هذا هو الجواب عن بقية الشبه في هذا الباب. ونقف عند المسألة الرابعة من المسائل التي سطرها الإمام في تفسير قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.